بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجه اسمها التقادم المخطط لها، دي الشركات بتعمل حيله تسويقيه بحيث انها تبيع. يعني هو ممكن يصنع اللمبه مثلا تقعد فتره طويله جدا، وكان زمان بيعملوا كده. فلغايه دلوقتي في لمبه مثلا بقى لها 116 سنه موجوده في ولايه كاليفورنيا، في عند عمال المطافي، محطوطه وموجود موقع على النت تدخل تشوف اللمبه دي لسه شغاله لغايه دلوقتي، تمام، بقى لها 116 سنه ما اتطفتش. بس هو لما لقى ان هو مش هيبيع بالطريقه ديت، هيبيع لمبه وتفضل عايش معاك، فراح قال لك لا خلاص احنا هنصنع بمواد خام، رغم انها ما تكونش ارخص ولا حاجه، بس هي الفكره كلها ان هو عايز يجبرك ان انت تشتري لمبه جديده، لمبه اتحرقت فتشتري لمبه جديده. وساعات بيعمل الموضوع ده في الموبايلات والكمبيوتر، ان هو يتفق مع شركه مثلا منزله اللعبه، واللعبه دي ينفع تشتغل على الجهاز اللي معاك، يقول لها لا حط شات سطر كده انها ما تشتغلش على حاجه تكون بقى لها اكتر من سنتين، فاضطر ان انت تحدث الجهاز بتاعك، تمام. وبيلجأ مثلا ان هو يغير نوع الشاحن مثلا، بحيث ان انت تضطر تشتري شاحن. يعني في حيل كتيره، او صنع حاجه بتبوظ بسرعه، او في او يعني مثلا تنزل برنامج معين ما يشتغلش عندك لمجرد ان هو كاتب سطر. ففي ناس بتخش تغير السطر دوت، تلاقي اللعبه اشتغلت او البرنامج اشتغل عادي، تمام. فدي حيله تسويقيه. في بعض الشركات اللي بتعمل سوفت وير ما يدكش ان انت تسافر على اصدار قديم، او ان انت تفتح اصدار تاني، فاضطر كل ما تلاقي مشروع حد حدث، او انت شغال مع حد وبعت لك مثلا اصدار 2018 وانت شغال 2016 بدون اي مشاكل، بس لان ما فيش سيف از، فاضطر ان انت تشتري الحاجه ديت. فدي من ضمن الحيل، ونتمنى بس ان احنا ناخد بالنا من الحاجات ديت. With most of us having to replace light bulbs every few months, it's amazing that the centennial light bulb at fire station number 6 in Livermore, California, has been burning continuously ever since 1901. The exact date the centennial bulb was turned on is unknown, although its birthday is usually celebrated on June 18. However, we do know that it has been alight 24 hours a day since then, shining a dim light over the fire engines. Apart from the few power outages it has faced in the last 113 years, the unbreakable light bulb has only had two breaks, one in 1976, when it was moved from one fire station and installed in another, and one in 2013, when it was off for 93.4 hours. When the bulb was moved, almost 40 years ago, people were so cautious not to break it that they severed the cord, instead of unscrewing it, and transferred it with a full police and fire truck escort. The whole business lasted just 22 minutes, after which it was back to business as usual. The impressive light bulb is apparently an improved hand-blown incandescent lamp with carbon filament. Deborah Katz, a physicist at the U.S. Naval Academy in Annapolis, MD, has conducted extensive research on the centennial light bulb and what makes it so special, using a vintage light bulb from Shelby Electric Company,